تمام. الإعلامية، الإعلامية كارين سلامة، إعلامية وممثلة لبنانية. بداية دخولها للمجال الإعلامي كانت بتلفزيون المستقبل عام 1996، وذلك عندما افتتحت القناة وبدأت في ربط الفقرات إلى أن وصلت إلى تقديم البرامج الحوارية الفنية والألعاب، بالإضافة إلى مشاركتها في تقديم برنامج عالم الصباح الشهير. قامت بتقديم الإعلانات لكثير من الشركات، شاركت في أول تجربة تمثيلية لها في مسلسل غربة وكانت واو. لأنه أنا خليته، وهي حاليا تقدم البرنامج الصباحي عبر شاشة الجديد. شرفتينا ست كارين، أهلا كانت وسهلا فيك بيناتنا. قدمت استقالتي من يومين. ايه شو صار فجأة هيك؟ آه أنا سوري، هيدا البيف عملته من 4 أيام. ماني عارفة. صرت على صوت بيروت انترناشونال، برنامج مع السلامة اسمه. يعني ان شاء الله بكل خطوه سلامه، واكيد دائما اذا في اثاث جديده ليش لا؟ مهم الواحد يكون هو ملاقي حاله وين. بلبنان بدك you have to fight بلبنان كثير. قديش عم بيواجه الاعلام مشاكل بلبنان، وخاصه هلا بظل جائحه كورونا؟ رح نضل بلبنان يا كريم؟ ما بعرف انا اذا هلا بتجي سفينه بفل. هلا 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 اذا بعيتولي من هون من البور ضريك دفل روحي يا اكيد. عمي، نحن صايرنا نفل ومش مستعجلين ناخذ هالخطوه. عن جد خطوه الهجره منا خطوه هينه، خصوصا لما يكون في عائله. يعني بنقول انه بلكي بنأمن لاولادنا احسن برا، بس كمان نرجع نبلش بزيرو، يعني انه سي با فاسيل. شو سي بنعمل؟ با فاسيل، مظبوط سي با فاسيل، بس كمان انك تسرفايف هون بهيدا البلد اللي ما بعرف. ام دريند، انا شخصيا ام دريند على الاخر، وهلا بهالحاله النفسيه اللي انا فيها اكيد بفل كل شيء احيانا من البقاء هون. ما لقيتي حالك بمجال التمثيل؟ بلا بلا، نحن كثير حبيت حبيناكي. حبيت حبيت ورجعت عملت حبة كراميل، عملت 5.5، عملت لا حكم عليه، عملت هند خانم. لكن مثل كل شيء بلبنان وخاصة بهذا الدومين ما أنا بدك بدي أسألك، وين التمثيل هلأ؟ مع الكوفيد ومع كل هذا الضغط، وين التمثيل هلأ؟ لو بتشوفي هند خانم كيف مثلناه، حاطين الكمامات كل مشهد نشيل الكمامة نحطها بجيبتنا ونمثل ونرجع نحط الكمامة، ورعب 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 وباستئارات يعني كل مسلسل حضرتوه أنتج خلال الجائحة كان ليفينج هيل. يعني مع إجراءات وقائية. عم تشتغلي بضغط، حتى عم تروحي على تقدمي برامجك بضغط، عم بتعيشي بضغط، عم تتنفسي بضغط، ضغط 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 بكل شيء. الاعلام سالتيني عن الاعلام، الاعلام مثله مثل الموسيقى، مثل الفن، مثل كل شيء، هو مرايه المجتمع اللي انت عم بتعيشيه. وللاسف الاعلام اليوم اللي عم تحضريه هو مرايتنا ومرايه نفسيتنا. في اعلام كتير قليل، الإعلام النظيف والإعلام الصادق كتير قليل، لأنه أنت عايش ببلد الصدق فيه صار كتير قليل، فهو مراية. يعني مثل أنا بعتبر أنه كل شيء هلأ بلبنان عم يتدمر وعم يوصل يعني على الحفة. هلأ بعد فيه، بعد فيه كم صوت بيصرخ، كم صوت بجرب يقول، ما بعرف قديش رح يخلونا نكمل نصرخ، لانه كمان هلا عم تشوفي في كتير قمع على الاعلام، تهديد للاعلام علنا، حملات على الاعلام على السوشيال ميديا، بدهم يجربوا كل شيء. سوري. كان بدي اسال كمان عن حملات التوعيه، القناه اللي كنت فيها هلا. انا يعني سوري على السؤال، ما كنت عارفه انك سالتي. نو 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 نو، لا اكيد 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 كل القنوات، كل القنوات لعبت دور مهم، ما فينا ننكر انه ان كان التلفزيون وان كان الراديو وان كان وزاره الاعلام عملوا دورهم على اكمل وجه. بتمنى الشعب اللبناني والافراد ياخذوا بس بهالفيديوهات، يعني يعطوا وقت ليحضرون يشتغلوا، يعني تقدم لهم اشياء توعيه، بس هم ياخذوها عليهم، بس انه هم ياخذوها. برأيك القنوات كانت متساوية بس التوعية بتوعية المواطن؟ توعية المواطن قصدك عن عن الكورونا صح؟ الكوفيد، نحن عم نحكي كوفيد. ايه ايه اكيد. شو كانت جرب خطوات الجديد؟
أول شيء عملوا حملات مع الإعلاميين الموجودين، صرخات من البرامج، كل شيء نزل على السوشيال ميديا أو كل شيء انعمل فيديوهات انعرضت عبر الشاشة وتوجهوا للناس بكتير كتير كتير من الوعي. بس عندك مشكلة إنه أنت عم يعني تجرب توعي ناس ما بس عندها. بليز حدا يحط ميوت، في حدا عنده ضجة مجرب اسمع. في ضجة على الزوم. وي مدام كريم تفضلي. أول فترة الناس كانت قادرة تستوعب، وي يعني كانت ريسبتيف للمسج اللي أنت عم تجرب توصلي لهم إياها. مع تقدم الوقت الناس بطلت بدها تسمع. ليش؟ لأنه أنت بدولة ما عم تقدم لها البديل. يعني قبل شوي كنا عم نسمع من كندا إنه وزعوا لابتوبس، فعلا عطوا مصاري للعالم، عطوا بديل للناس. انت هن بمصيبه وحده اللي هي كورونا، انت بلبنان عايش بمليون مصيبه. يعني الاعلام طيب عم يصرخ عم يصرخ عم يصرخ، بس الاعلام ما في يعطيهم مصاري اخر الشهر ليعيشوا الناس، ما في يقول لهم ايه سكروا بيوتكم وقعدوا ب ب باردون سكروا شغلكم وقعدوا ببيوتكم بلا مصاري بلا ما تاكلوا بلا ما تشربوا. يعني اخر شيء الانسان بسكر راسه لدرجة انه ما بقى تفرق معه، ايه بموت، ايه بيصير معي كورونا، ايه بس بدي اكل واشرب. يعني شو لأنه اللي بمطرح الدولة نحن مش حسس ما حسستنا أنا أين مسؤوليتها. ابدا ما عندك دولة اساسا لتقوم بمسؤولياتها. يعني انت عم تطلبي من شيء مشلول انه يقوم بمسؤولياته. نحن مفكرين انه عندنا دولة، بس نحن ما عندنا دولة، ما عندك هيكلية الدولة، الاساس الاي بي سي تبع الدولة مش موجود. مش موجود، يعني ليتس فيس ات، عم نحكي شيء حقيقي مش موجود. انت هلا منك سمعتك عم عايشه تشتكي وعم تحكي دكتور لميا عن واقع التعليم، هو فعلا واقع بكل البيوت. الاولاد ما بقى لها خلق تدرس لانه يمكن ما عم ياخذوا 40% من اللي عم ينشرح لهم بقلب الحصه. بس انا ابدا. بضلني بقول حتى لو اخذوا 40 بورسون او 30 بورسون احسن ما انهم ما ياخذوا شيء، لانه اذا ما فتحوا ليدرسوا حيفتحوا ليروحوا العاب الكترونيه، لانه الولد كمان هو ابتعد عن محيطه الاجتماعي، قد ايه بيكره المدرسه بس هي المنفس الوحيد اللي له هو بيكبر فيها. شوفي يعني هلا بيروح شو صار، بيعمل بدهم مشوار، يرجعوا على هلا صاروا المدرسة. كلهم بالبيت، صار بدهم يرجعوا كلهم بالبيت. سو ما عليه، قد ما كانت صعبه هاي الساعات اللي عم تقطع انا كمان عايشه فيها. انا عندي ابني الصغير ايبر اكتيف، هو ايبر ذكي بس ما بيهدى، يعني حدا لا بيهدى لا ياكل ولا بيهدى لا يدرس، وبيعمل ميوت أنا للتيتشر. بهي سو أنا بهي بالعائله بنقوا بقول لهم عن جد انه نحن بنشوف كثير حالات بصفوف، انا كتربويه او كمشرفه على صفوف الفرنسيه من الصغار للكبار بشوف كثير حالات. بقول الولد اوقات باللعبه بيتعلم الشغله وهو عم يركض بيلقط شغله هيك، ما عليه بدها تقطع هالفتره. انا بالنسبه لي ياخذ 30% من البيت ولا يروح على المدرسه وياخذ عدوى وما ارجع اخلص منها، لانه صحته هي اولويه عندي انا، خاصه بظل هلا المدارس منا جدا مجهزه. اذا بدي احكي في مدارس عم تبعت اول السنه كانت انه حتى الرسمه انه جهزوا اولادكم بهاند جل بكذا، بس عن جد في ناس بتروح على الرسمه لانه ما عندها مصاري تحط اولادها بالخاص، كيف بدها تجيب لهم هولي؟ شفت الهاند جل كيف صار، شفت الوايبس، يعني في ناس قادره تجيب، في ناس حتى ما قادره تجيب الاجراءات الوقائيه لاولادها. كمان هون دور الدوله كان غائب، هو المدارس مهم الرسميه كثير انظلمت. مثل ما عم تقولي، هو كثير مهم حتى لو عم ياخذوا بس 30% انهم يشغلوا راسهم كمان لحتى ما يراسهم وعقلهم باللبناني بيقولوا يسطم، يعني يسكر ما يعود يستوعب. يعني بدك تشغليه للراس. انا مشكلتي مع اذا بدك اكثر من الاونلاين هو المنهج اللبناني، لانه بالاونلاين اكتشفنا قد ايه نحن عندنا حشي 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 بالدرس، اشياء ما هيدا لها الشيء، طعم. هيدا الشيء حنحكي عنه، بدها تطلع معي مدام هند الخوري اليوم حنجرب نحكي عنه وندوي عليه شوي. ما لها كل طعم يا المناهج حبيبتي. هي شغله بلشت وما قدرت تطلع تشوف الضوء بعد هيدي الحركه تطوير المناهج للاسف. ما فينا نجيب منهج قديم من 97 ما تطور ونحطه على منهج تفاعلي عن بعد. منهج التفاعل هو لازم يشد الولد. نحن عم بيصير عندنا مبادرات فرديه وخاصه بالمدارس الخاصه، كل كوردينيتر عم يشتغل مع التيم تبعوله بس انجا عم يقدروا يعملوا شيء، لانه الباوربوينت بياخذ كثير وقت تحضير لتحط صوت المعلمه عليه. صارت المعلمه عم تشتغل على مدار اليوم، يعني مش بس قبل الظهر، عم بترد على الاهل. سو الكل عم يشتكي انه ليش بولي مش معمولين من قبل الدوله، ليه ما وبعدين عندنا غصوص، ليش ما عندنا كيوبيكا جداد، ليه؟ سو بعدين كله بدي اقول على لك شغله، الأستاذ، انت عم الأستاذ تعيشي صراحة هو المظلوم مثل الطالب لأنه إيد واحدة اي ما نو بتقوم.
اي نو اي نو، بدي اقول لك شغله، انت عم تتوجه لاولاد العقل فيهم صار يشتغل بطريقه تختلف عنا. يعني نحن اولادنا بيزهقوا من طريقه التعليم القديمه، لانه نحن اولادنا متعودين على الاشياء الفيزيوال السريعه قدامهم. يعني بابا ويكتشفوا هذا. نحن ما عندنا innovation بالمنهج. يعني تقعدي هيك قاعد عم يسمع بيخفى، يعني بالنسبه له هذا شيء بزهق. بدك تقدمي له المعلومه بطريقه حتى الاولاد اللي ما عندهم اذا بدك مشاكل صعوبات تعلميه او الاطفال الاولاد العادي، هيدي الطريقه. يعني اولاد التيك توك، اولاد جنراسيون تيك توك وجنراسيون جوجل وجنراسيون، يعني هولي بدهم شيء يشدهم ليعملوا انوفاسيون ليعملوا كرياسيون، هذا الشيء ما موجود بمنهجنا. ما بقى فيك تقدمي لهم المعلومه بطريقه كلاسيكيه ما بتهمهم. بعدين في اشياء انه وان كليك اواي ما بقى مضطره انا اتعلمها. يعني انا بالتاريخ عم درس بنت هديك نهار رجعوا فيها لشي 300 سنه لورا. لا اوكي في اشياء بالتاريخ لازم تمرق عليها وتعرفها جنرال نوليدج، بس انه انا بنتي بهمها تعرف مين ستيف جوبز اكثر من ما بعرف مين الروخيون والمورخيون. يعني انا بنتي بهمها تعرف مين اللي اخترع تيك توك اكثر، بنتي بهمها تعرف مين اللي اخترع فيسبوك اكثر. هول العالم اللي بهمه بنتي هلا، ما هذا اللي حكينا عنه الصبح، تنمية الفكر البحثي، هيدا ما يجب أن يضاف إلى المناهج اللبنانية. إن شاء الله خير، بضل عنا أمل بالآخر. نحن اليوم طلعنا لنقول إنه عنا أمل، ناقشنا مواضيع عديدة وبنقول لك خلي عندك أمل مثل ما نحن عم نجرب نكون. أكيد أنا كثير أوقات بنضعف أوقات بنستسلم. كثير داون. لا مش كثير داون، معك حق. لا 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 معك حق، كل شيء وكل النقاط لوجيك وهي عن جد واقع على الأرض. وإذا سي اون فا بس سيلي براي يعني خلص كلنا بنحمل حالنا ونعطيك الطيارة ومنفل. بدنا ننطر بس. معقولة بوست كوفيد ما بيطمن؟ معقولة نفس الشيء حنضلنا؟ هيدا السؤال حينطرح مع عدد اقتصاديين وتربويين على مدى النهار الطويل. بتمنى لك نهار سعيد. جود افترنون وميرسي على حضورك، شرفتينا. ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو.